سؤال علينا أن نقوم بهذا الواجب وأن نتحدى ما يعقل دولة القانون الحقوق. وطبعا أمامكم فرصة يمكن نناقش فيها هذا الموضوع. المادة تقول بأن الدولة والإدارة العمومية والجماعات المحلية، جماعات ترابية في المغرب، تيمكن لا تنفذ، ولكن هذا التنفيذ عنده حدود اللي تخضع هذا الحد أو هذه الحدود تتخضع لسلطتها التقديرية. إذا كانت عندها أموال تيمكن تنفذ، إذا كانت عندها أموال غير كافية تيمكن تنفذ جزء، إذا ما عندهاش أموال تتنقل التنفيذ للسنوات المقبلة، وهذه السنوات غير محددة. تيمكن عندك حكم فيه مليون أو عشرة المليون أو عشرة المليار، تيمكن للدولة والجماعات تنفذوا لك إما على عام أو عامين بدون حدود، وتبرمج التنفيذ حسب إمكانيات السنوات المقبلة. هذا معنى أنه تصبح الجهة المحكوم عليها بالأداء تتصرف في التنفيذ كما تشاء ولا راقب عليها، أي أنها لا تطلب من القضاء أن يمكنها من توزيع التنفيذ واعطيها آجالات متكررة. هي تأخذ هذه السلطة وتوزع التنفيذ وتؤجله بدون حدود لسنوات مقبلة. معنى ذلك على أنه سيخضع المتقاضي صاحب الحكم إلى إرادتها وليس إلى إرادة الحكم، في حين أن الأحكام تصدر ويؤشر عليها بما يسمى واحد الصيغة واحد الطبع. كل حكم باش تنفذه تخص يكون عندي في واحد الطبع. شي يقول هذا الطبع؟ نحن سيهضر الملك هو اللي سيعطي التنفيذ، هو اللي سيأمرتين نأمر جميع الإدارات ومرافق العموم والسلطات العموم وعمالنا بما في ذلك القوات العمومية الحرص على التنفيذ. هذه الصيغة تتسمى الصيغة التنفيذية. إذا ما كانش عندك هذه الصيغة التنفيذية في الحكم ما سينفذ لك حد. ولكن بما أن تتوضع الصيغة اللي منصوص عليها في القانون هي أسماء من القوانين وأسماء من الإجراءات وأسماء من الإرادة ديال الإرادة الإدارات وأسماء من قناعات رؤساء الجماعات والوزراء إلى آخره. هذا من جهة. الجهة الثانية اللي خطيرة هو أنه القواعد العامة تعطي لك أنت الحق صاحب الحكم أنك تمشي تحجز أموال منقولة وعقارات ضد كل محكوم عليه، كل إنسان محكوم عليه باش أدي 100,000 فرنك 1,000 درهم أو 10 أو مليون أو 200، حينما يمتنع تلتجئ أنت المستفيد من الحكم تتمشي تعمل له الحجز، سيارته، الدار ديالو، الأثاث ديالو، العقارات ديالو، الأسهم ديالو في الشركة، الممتلكات ديالو المنقولة على السجل التجاري، الجميع ما تملك تيمكن نوضع عليه الدية باش نطب نبيعه. إذا التنفيذ ما تبقاش اختيارك أنت المحكوم عليك، تيصبح اختياري أنا صاحب الحكم والمستفيد من الحكم، حجيزه ضدك جميع ممتلكاتي تمشي نبيعها بواسطة المزاد العدني. وما تيمكن لك أنت توقف ذاك التنفيذ مؤقتا أو تأجله إلا تمشي للمحكمة تقول لهم الله يخليكم هذوك الأموال اللي حجزتي ولي راه ماشي ديالي، تجيبوا المحجة تيقول لك بان حجزوز عليه، ولكن إلا ما عندك شيء تطلب أجل الله يخليكم أنا تيمكن نبحث على الفلوس تعطيني واحد أجل شهر. المحكمة تتعلق التنفيذ أجل شهر، ولكن ما تيمكن لا شيء تضرب عرض الحائط الحكم، تيبقى الحكم قائم. اليوم شنو أصبح في المادة 8؟ على أنه الدولة والإدارات العمومية ممنوع أنك تحجز عليهم، ما تمشي تتحجز لا كمبيوتر ولا طبلة ولا سيارة، جميع هذه المنقولات التي تقبل الحجز ممنوع أنك تحجز عليهم. فإذا لا جمعتي المنع وجمعتي التوزيع وجمعتي الأجل الغير محددة وجمعتي قيمة الأحكام، معنى ذلك أصبحنا في دولة تشعر بأنها فوق القانون، فوق الدستور، وهذا منافي للدستور ومخارج عن نطاق دولة القانون. هذه نصبحوا هناك استبداد الإدارة، وهناك استبداد الإدارة بكل شيء، بأموالها، بسلطتها، بقوتها، ولكن أكثر من ذلك أنها يمكن أن تؤدي سمعة القضاء وتشوه مصداقيته وتقضي على الأحكام القضائية. وتنعرفوا على أنك أنت كمواطن مشيتي باش نجي عندك نقول لك ضدك حكم عليك أن تنفذه، وتتقول لي اذهب أنت وربك فقاتلا أنا ما تنفذش، تيمكن النيابة العامة تتابعك جزائيا وجنائيا من أجل العصيان الأحكام. إن عصيان الأحكام كيفما كانت طريقة العصيان أي الامتناع العمدي عن تنفيذها يعتبر عصيانا والعصيان جريمة، وجنحة يمكن أن تصل
الحكم أن يصل الحكم فيها إلى 5 سنوات. ولذلك هل الدولة والمرافق العمومية ستصبح ستدخل باب الجهات الإجرامية تصبح ترتكب الإدارة جرائم؟ هذا اللي ما عمرنا ما شفناه، وهذا اللي طوات عليه الصفحة هيئة الإنصاف المصالحة، وتقول لك احنا دولة المؤسسات وإحنا دولة حق القانون وإحنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان، ولا أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان إلا انتهاك الحق الذي أقرته الأحكام القضائية.